جلطة. والله لو سهلا سناء، اهلا وسهلا رسلان، زرتنا البركه. سلامي تسلمي والف مبروك لحبيبتنا سناء. وتواخذيني الشخص اللي قصرت وما ما كنتش بالواجب، بس انت عارفه سناء سعرها بسعر بنت سعاد، والله ان شاء الله حظها احسن منها يا اختي. ان شاء الله، اللهم امين. لا يا حبيبتي ليش ازعل منك، احنا زي الخوات ايش بيننا هالحكي. بس يا مرسلان شاطره 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 انت، من اول فنجان كشفتي لسناء. لا يا مسناء، لا هذا انا بلعب، انا بقى الفنجان صح. ايه مزبوط صح. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بس تعرف يا مرسلان، انا مني وعلي يعني بأمنش بهالخراريف هذه، بحبهاش. لا يا ابن فؤاد، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بزعل منك. ليش انا قريت لك فنجان وما عرفت؟ ها هاتي فنجان اشوفه وبعدين بتقرري. لا 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 يا اختي، لا مش وقته مش وقته، خلينا نتسامر. مش وقته، بعدين بعدين. ليش بعدين؟ خليها تفتح لك بالفنجان. بقولوا بالليل بينفعش بالليل. مين حكى لك الدنيا ليل؟ الدنيا نهار يا بنت الحلال، بينفع بالليل. امان الله نهار. وبنفع بالنهار، خليها تفتح لك. خليها تتدلع. لا لا لا، طيب شوفي لي بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني على هونج. ماشي يلا اكفي الفنجان. اشربي دايمة يا اختي. صحتين يا اختي صحتين. تفضلي يا مرسلان. ترى في طرق خارجيه كثير، مش عارف. عندك سفر؟ عندك سفر ان شاء الله. نشف الفنجان عالحج عالحج ان شاء الله ان شاء الله. يا باي فنجانك مليان مليان مليان. شو متعب متعب والله، راح يتعبني يا اختي. لا 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 لا، أدها أدها يا الله. اقرأي. منور أبو فؤاد. منير منير، وشو بدك تسوي هسه يا كلهم؟